السلام عليكم. إسرائيل بدأت بشن ضربات مكثفة للغاية على حزب الله اللبناني باستخدام القنابل الحارقة. نتحدث عن قنابل الفسفور الأبيض. الأمر تطور بشكل كبير ليلة يوم أمس من قبل الجانب الإسرائيلي، وهذه التفاصيل تحدثت عنها عدد من الأوساط اللبنانية المهمة مثل بوابة أخبار اليوم، وكذلك الأوساط الدولية مثل أوسن ديفندر وحتى بريس تي في الإيرانية. وكانت لقطات هذا الاستهداف أو هذه الضربات الإسرائيلية كانت قد جاءت بهذا الشكل كما نلاحظ. كذلك كانت هنالك صور أوضح تم تصويرها من جنوب لبنان لهذه الاستهدافات الإسرائيلية، تلاحظ كيف أن الاستهدافات جاءت بهذه الطريقة وتسببت طبعا بحرائق واضحة من هذه الصور، حرائق كبيرة للغاية واستخدام مكثف لهذا النوع من هذه القنابل. بشكل عام من الممكن استخدام هذا النوع من القنابل من الطائرات ومن المدفعية، وهذا شكل نموذجي مقرب لطبيعة ما ممكن أن يتم عندما تطلق هذه القنبلة على سبيل المثال من المدفعية أو غيرها. هي عادة تطلق بقنبلة كبيرة واحدة، وعند نقطة معينة تظهر كل هذه القنابل الصغيرة وتنطلق باتجاه هدفها، وهذه القنابل الصغيرة هي التي يتواجد في داخلها الفسفور الأبيض الذي هو عبارة عن مادة صلبة شمعية وسامة في نفس الوقت. والفسفور الأبيض بمجرد أن يلامس الهواء الأكسجين فإنه سيحترق بشكل كبير وبدرجة مئوية عالية تصل إلى 1300 درجة مئوية. لذلك استخدام الماء في إطفاء النيران الناتجة من هذه القنبلة سيكون صعبا وصعبا للغاية. وبالتالي على سبيل المثال إن أطلقت هذه القنابل من الطائرات على أهداف هنا في هذه المنطقة وسقطت على هذه المنطقة، فإن الفسفور الأبيض في نهاية المطاف سيؤدي عندما يسقط على التربة أو على أعماق الأنهر أو على البحار على سبيل المثال، سيترسب هذا الفسفور الأبيض في التربة وهو الذي سيؤدي إلى تلوث التربة، وبعد ذلك سينعكس بشكل خطير على الإنسان. وكذلك إن الإنسان على سبيل المثال إن كان متواجدا باتجاه هذه القنبلة أو هذه القنابل فإنها ستكون مميتة، لأنها ستؤدي إلى حروق عديدة يتعرض لها الإنسان. نتحدث عن حروق من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، ممكن أن تخترق الجلد والعضلات وتصل إلى العظم كما حدث في مدينة الفلوجة على سبيل المثال، وكذلك أنها تؤدي إلى حروق في الرئتين في الكلى في القلب مما تؤدي إلى وفاة الشخص مباشرة. وكذلك أن الإنسان إذا ابتعد عن هذه المنطقة أو كان على مسافة من عملية الضربة التي جاءت واستنشق لسبب ما الدخان الصادر من هذه القنبلة وهو دخان الفسفور الأبيض، فإنه أيضا سيتضرر وسيتعرض إلى حروق في الوجه في العينين في الفم، وكذلك سيتعرض إلى أضرار في القصبة الهوائية وفي الرئتين. ولكن من الممكن أن يكون هنالك علاجا له في حالة كان هنالك علاج سريع له. ولكن هذه القنبلة بمجرد سقوطها على منطقة معينة فإن هذا السقوط لهذه القنبلة سيؤدي إلى مقتل أي كائن موجود على قطري أو على مسافة قطرها 150 مترا، ستموت كل الكائنات الموجودة في هذه المنطقة. بالتالي لا نتحدث هنا عن قنبلة عادية أبدا، ولكن على المستوى القانوني ما يشاع عن استخدام هذه القنابل بأنها محرمة دوليا ولكن بأطر معينة، وهذا الأمر هو ظاهر من خلال اتفاقية الأمم المتحدة في جنيف في عام 1980. المادة الثالثة منها هي التي حددت طبيعة استخدام الفسفور الأبيض بشكل عام، وهي التي تحدثت بشكل واضح ممنوع تماما استخدام هذه القنابل على المواقع المدنية وكذلك على المواقع العسكرية التي تأتي قريبة ومتاخمة للمواقع المدنية. بمعنى آخر استخدام هذه القنابل على المواقع العسكرية هو ليس فيه أي مشكلة ولن تكون فيه أي مساءلة. وبالتالي إسرائيل ما قامت به ليلة يوم أمس هي استهدفت مناطق كفر كلا وكذلك منطقة أيضا الخيام التي تأتي بهذا الاتجاه، وكان هنالك أيضا استهدافا واستهدافات وضربات بالمدفعية على منطقة عيترون التي تأتي بهذا الاتجاه. وهذه الضربات هي تأتي باتجاه مواقع حدودية بين إسرائيل وبين لبنان والتي يتواجد فيها حزب الله بشكل مكثف. وبحسب الأوساط اللبنانية على سبيل المثال بوابة أخبار اليوم تحدثت بشكل واضح أن بسبب هذه الاشتباكات والضربات بين الطرفين لمدة 9 أشهر تقريبا منذ اندلاع الأزمة
أزمة 7 أكتوبر في قطاع غزة. المدنيين في لبنان تحديدا في الجنوب 90,000 منهم غادروا الجنوب اللبناني، بالتالي هذه منطقة تحولت إلى منطقة تقريبا خالية من المدنيين، منطقة عسكرية، وبالتالي إسرائيل لن تتعرض إلى الكثير من المشاكل إذا ما زادت من عملية استخدام هذه القنابل. كذلك أن استخدام هذه القنابل نلاحظ بأنها تأتي بمناطق حدودية باتجاه الجليل الأعلى، الجليل الأعلى الذي استهدفته واستهدفه حزب الله اللبناني بشكل مكثف عندما قاموا بحرق الأحراش في هذه المنطقة وجعلوا الشمال الإسرائيلي يبدو في الأسابيع القليلة الماضية وكأنه يحترق، وهذا أدى إلى مشكلة كبيرة في نهاية المطاف بالنسبة للمدنيين. الرأي العام في إسرائيل ضغط على الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي تلاحظ بأن هنالك محاولة من إسرائيل لإضعاف هذه المنطقة مع استعداد مستمر وأنباء مستمرة بأنهم يريدون التقدم باتجاه هذه المنطقة باتجاه نهر الليطاني على مسافة 10 كيلومترات. كذلك أن كانت هنالك أنباء من قناة N12 العبرية التي تحدثت في 24 ساعة الماضية بأن إسرائيل ستستخدم أسلحة لم تستخدمها سابقا ضد أي طرف، لا بل أن إسرائيل رادار تحدثت بأنهم قاموا بتجريب إحدى الأسلحة الصاروخية وسط إسرائيل ولكنهم لم يكشفوا عن أي تفاصيل. كذلك أن هنالك تواصلا مستمرا مع الولايات المتحدة الأمريكية وتنسيقا مستمرا، وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت على رأس وفد رفيع المستوى عسكري اتجهوا إلى واشنطن وسيكون أيضا في نيويورك، وهنالك نقاشات مستمرة من أجل زيادة دفعات وتدفق الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل لكي تبدأ بمواجهة حزب الله اللبناني الذي يبدو أيضا من جهته مستعد تماما لمثل هذا الاستهداف. وكل الأنباء الآن تتحدث بالأوساط الأمريكية والغربية بأننا فعلا أصبحنا قاب قوسين وأدنى من حرب محتملة. The Time على سبيل المثال تحدثت واعتبرت بأن هنالك حرب قادمة بين إسرائيل وبين حزب الله، لكن هذه الحرب ستكون مدمرة للغاية بالنسبة للبنان، خاصة بعد تقرير صدر في ليلة يوم أمس من قبل التلغراف البريطانية التي نشرت تفاصيلا خطيرة ومقلقة للغاية حول مطار رفيق الحريري في بيروت. هذا المطار تحدثت التلغراف ببساطة بأن هنالك عناصر لحزب الله اللبناني متواجدين في هذا المطار، وبأن هنالك أسلحة وشحنات مستمرة قادمة من إيران إلى المطار ويتم فيها تخزين الأسلحة الخاصة بحزب الله اللبناني القادمة من إيران في مواقع ونقطة الشحن بهذا المطار. وطبعا تحدثت التلغراف هنا عن أن طبيعة الأسلحة التي بدأت تصل ووصلت إلى هذا المطار هي مثل صواريخ فلق وصواريخ فاتح 110 وصواريخ بالستية متنقلة وصواريخ M600 بمدى يتراوح بين 150 إلى 200 ميل، بالإضافة أيضا أنها تحدثت عن أسلحة أخرى صواريخ الكورنت AT-14 وكذلك أيضا أسلحة وكميات هائلة من صواريخ بركان البالستية القصيرة المدى المهمة بالنسبة لحزب الله، وكذلك متفجرات RDX نتحدث عن مسحوق أبيض سام. كل هذه التفاصيل نشرت من قبل التلغراف، وطبعا هذه تسببت برأي عام كبير في الداخل اللبناني، ضغط كبير على الحكومة اللبنانية وعلى حزب الله اللبناني بسبب هذه التفاصيل التي ذكرت، بسبب أنهم في قلق أن إسرائيل إذا ما بدأت بحربها على جنوب لبنان هذا سيعني بأنها ستضرب مطار بيروت، وإسرائيل سبق أن استهدفت هذا المطار، مطار رفيق الحريري في عام 2006 استهدفت هذا المطار، وكذلك أطبقت حصارا بحريا، فرضت حصارا بحريا على هذا المطار تماما، وبالتالي الخوف من أن انفجارا يشبه الانفجار الذي شهدته لبنان في عام 2020 في مرفأ بيروت ممكن أن يكون بهذا الشكل بسبب الأسلحة المتكدسة هناك لسالح حزب الله اللبناني. تبحث إسرائيل عن ضربها في نهاية المطاف وهو أمر سيكون صعبا للغاية. أيضا هذه ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن حزب الله ووجوده في مطار رفيق الحريري في مطار بيروت، ولكن أيضا الخزانة الأمريكية على سبيل المثال في عام 2019 فرضت عقوبات على قيادات لحزب الله اللبناني بسبب نقلهم للأسلحة في مطار رفيق الحريري. وأيضا أن بنيامين نتنياهو في عام 2018 ظهر في الجمعية العامة للأمم المتحدة والبزنس إنسايدر وثقت ما قاله بالضبط، وكان قد تحدث عن معلومات استخبارية إسرائيلية عن المواقع الخاصة بحزب الله اللبناني باتجاه هذا المطار، أشار لمطار رفيق الحريري وأكد أن هنالك 3 مواقع للصواريخ لحزب الله شمال هذا المطار
وأشار إلى هذا الموقع على سبيل المثال الذي ترونه، كذلك أشار إلى هذا الملعب وهو ملعب نادي العهد اللبناني، أيضا هنالك نقطة للأسلحة، وأيضا على مسافة 600 متر ترى أنت أمام هذه المخازن التي قال أيضا بأنها عبارة عن مخازن للأسلحة، أي إن الشرح الإسرائيلي والتفاصيل الإسرائيلية التي نشرت حول هذه المواقع تظهر بهذا الشكل بمطابقة الصورة مع القمر الصناعي. تلاحظ كيف أن هذه الثلاث مواقع هي موجودة قريبة للغاية من المطار، وأيضا في نفس الوقت بأنها بين المدنيين، بالتالي أي ضربة ممكن أن تؤدي إلى كارثة كبيرة في هذه المنطقة مع تزايد هذه الشحنات للأسلحة كما يتحدثون عنها. طبعا الحكومة اللبنانية نفت تماما ما ورد في صحيفة التلغراف البريطانية، وفي نهاية المطاف طلبت من الصحفيين ومن الدبلوماسيين السفراء أن يأتوا إلى المطار ليلقوا نظرة على المطار بأن ليس هنالك أي شيء مما تحدثت عنه التلغراف، ولكن سرعان ما جاءت التفاصيل لتتحدث بأن تم توقيف تغطية الإعلاميين في المطار بعد منعهم من دخول مركز الشحن الجوي، ودخل فقط السفراء أو الدبلوماسيين الذين قاموا بدعوتهم إلى المطار، وبالتالي هذه أثارت الشكوك بأن فعلا قد يكون هنالك شيء موجود في داخل هذا المطار، وبالتالي الأمور تبدو خطيرة وخطيرة للغاية مع تصعيد ليس فقط في هذه المنطقة وإنما في العديد من الجبهات.